أثابكم الله. يقول السائل: ذكرتم في جواب في الدرس الفارط حول مسألة إسقاط الجنين أنه لا يجوز ذلك إذا تجاوز عمره 40 يوما، فهل قد ذكرت مرارا وتكرارا أن منع الحمل أو إسقاط الجنين له أحوال 4؟ الحالة الأولى أن يكون ذلك المنع قبل التلقيح كالعزل ونحو ذلك، وقلت هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك خشية الفقر فقط، السبب خشية الفقر، ما عندنا مصاريف، وهذا حرام على التحقيق، لا يجوز، لأن الله وعد برزق الأولاد ورزق أهلهم، فالله يرزق الأولاد ويرزق أهليهم، ولا شك في وعد الله. وحمل بعض أهل العلم هذا، أو حمل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل ذاك الوأد الخفي الذي في مسلم على هذه الصورة، أن يكون منع حصول الولد ابتداء خشية الفقر، قالوا هذا من الوأد الخفي وهو حرام. أما إذا لم يكن من أجل خشية الفقر فهو جائز مع الكراهة إن لم تكن هناك حاجة، وبدون كراهة إذا كان هناك حاجة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إسقاط الجنين بعد التلقيح دون أن يبلغ 40 يوما، وهذا يجوز عند الحاجة. كما قلنا لو أن امرأة تستعمل دواء ولا بد منه ولا يمكن أخذه مع الحمل، ولا زال الجنين دون 40 يوما، فإنه يجوز إسقاطه مع الحاجة. وبعض أهل العلم كالحنابلة يقولون يجوز إسقاطه لأنهم يعتبرونه مجرد ماء، فهو أقرب إلى صورة العزل، لكن الذي يظهر لي أنه لا يجوز إسقاطه إلا عند وجود الحاجة. الحالة الثالثة أن يكون الجنين بلغ 40 يوما فأكثر دون نفخ الروح، قبل أن تنفخ روحه 3 أشهر أو نحو ذلك قبل أن تنفخ فيه الروح، وهذا يجوز إسقاطه للضرورة ليس للحاجة، للضرورة، كأن قال الأطباء إنه لو بقي يغلب على ظننا أن تموت الأم ويموت هو، هو في حالة لو بقي يغلب على ظننا أن الأم ستموت، يحصل لها تسمم وتموت، وبالتالي سيموت هو. فهنا إذا قال 3 أطباء متخصصون هذا يجوز إسقاطه. الحالة الرابعة أن يكون ذلك بعد نفخ الروح، وهنا لا يجوز إسقاط الجنين أبدا مهما قال الأطباء. قال الأطباء ما فيه جمجمة، والغالب أنه يموت أول ما يولد مع تعب الأم، نقول اتركه للأم أجرها ويعيش ما كتب الله له. وكم قال الأطباء وتبين أن الواقع بخلاف هذا، حتى مع التصوير والتحاليل يقولون الجنين مشوه ويولد سليما،
وحتى لو كان 100% صحيح نقول اتركه يعيش ما كتب الله له إن شاء الله لحظة، اتركه. قالوا يولد معاقا، نقول الله ارحم به، ما يجوز أن نقتله باسم الرحمة. قال الأطباء يغلب على ظننا أن يموت تموت، نقول اتركه، إن كان الله كتب أن يموت فهي شهيدة وهو ابن للمسلمين مات. شهيدة لصبرها. لما نقول هذا؟ لأن القاعدة أنه لا يجوز قتل نفس لإحياء نفس، ما يجوز أبدا. عندنا عالم كبير مريض بالكلى يحتاج إلى كلية، وعندنا إنسان عادي جدا ولا أثر له في المجتمع وعنده كلية واحدة تصلح لهذا العالم فقط، هو الذي يصلح. ما يجوز أن نأخذ كلية هذا الذي لا أثر له من أجل هذا العالم الكبير أبدا، ما يجوز. اترك العالم يموت وهذا يحيا، ما يجوز إحياء نفس بإماتة نفس. ثم إنه إذا أسقط قبل أوان خروجه يموت يقينا، أما لو بقي فالموت مضمون مهما قال الأطباء، يمكن أن يموت ويمكن أن لا يموت، يمكن أن تموت أمه ويمكن أن لا تموت. ولا يجوز ارتكاب مفسدة يقينية لدفع مفسدة مظنونة. وأستثني من هذا إذا بلغ الجنين سنا قال معه الأطباء يغلب علي ظننا أن إذا أخرجناه يكون خديجا يعيش بهذه الأجهزة حتى يكتمل نموه، واضحة هذه؟ قال الأطباء وصل إلى درجة إذا أجرينا عملية قيصرية وأخرجناه، نعم هو خديج ناقص، لكن إذا وضعناه في الأجهزة يغلب على ظننا أنه يعيش بها حتى يكتمل نموه. هنا يجوز أن يخرج بعملية قيصرية للجمع بين المصالح، مصلحة بقائه حيا ومصلحة حياة الأم، فيجوز في هذه الحالة. ما بقي شيء يخرج عن هذا، ما أحد يسأل، كل حالة تتصورها في رأسك هي موجودة في هذه الحالات، ما يخرج عنها شيء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.